هل الجميع متفق على هذه الإجابة ما انا قلت لك في اب متشدد وفقا وعنيف لثقافات هيرفض تماما وهيشتم وهيزعق وهيضرب. اقسم بالله انا بتجيلي ولاد متخرجين من الجامعه بيتضربوا، ما هو بيقول في الاخر، ما في النتيجه في الاخر الايه، الاب جابه العياده نفسيه انه بيضربوا وهو طالب في الجامعه او خلص جامعه. وفي اب متساهل زياده عن اللزوم. ما النهارده هو النهارده عندنا نسب الاضطرابات النفسيه قد ايه عاليه جدا. ليه؟ المشاكل النفسيه كلها بسبب مشاكل من الاب او الام مع بعض او غياب الاب. ويلعب على دور الاب ده دائما كل المشاكل بتيجي دور الاب. اه طبعا الاساسي في الاسره الاب هو الامان، قدوه. لما بيختفي دور الاب او يكون هو متشدد يطلع للولاد باضطرابات نفسيه وسلوكيه وجنسيه. فالنهارده لما يجي لي ابني يقول لي انا بحب واحده، طب ما اسمع له، حاضر، ازاي، ظروفها ايه، طب في الكليه زي ما قلت لك علاقه متبادله ولا علاقه من جانب واحد، واسمع، لازم اسمع، لازم اخليه. خلينا نمشي ناخد مثال. يا بابا هي علاقه متبادله واحنا بصراحه في اولى جامعه وبنحب بعض. حلو قوي. بص يعني ايه كلمه حب؟ اقول له كده يعني؟ طبعا. ان 99.9 من اللي مخلصين جامعه وراحوا يتجوزوا مش عارفين يعني ايه كلمه حب. طب هو اغلبهم إيه عاطفه يعني؟ في حاجة اسمها إعجاب. أقول له في حاجة اسمها إعجاب يا حبيبي، الحب ده بيجي بعد كده في مرحلة ما. ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي ونقول ده حب، ده إعجاب. أنت معجب بواحد أو أنت معجبة بواحد لشكله وسمته، أسلوب كلامه، رياضي، بشوفه في الكلية بيتكلم حلو، شكله حلو، البنت حلوة، لبسها حلو، شكلها مش عارف جسمها حلو. ماشي وطفر. أنا في إعجاب. علاقة الحب دي ان انا ما اقدرش الشخص ده اعرف استغنى عنه بعد فترة. لكن دلوقتي احنا في اعجاب، الاعجاب ده نشوف هل النهاردة في توازن مع الاسرة التانية ولا لا، وده الاساس. احنا كده رحنا بعيد شوية. بص يا فندم لازم احطها في دماغي. انا عندي ابني وهو في تانية كلية، جاء قال لي انا يا بابا انا في واحده. هو صرح لك تقول الكلام ده على الهواء دكتور؟ دي اسرار. مش اسرار، لا، مراته دلوقتي. مراته خلاص. مراته دلوقتي اتنين مدرسين في الجامعه وكبروا سوا واتخطبوا. لا قلت له ايه بقى في ثانيه يا جماعه؟ قلت له ايه؟ قلت له يا حبيبي نشوف كده بس نخلص الكليه. اللي جالي هو في رابعه الكليه، بابا انا عايز اخطب. من ثانيه بقى رابعه كانوا مع بعض؟ في كليه الطب. لا يعني هم مع بعض في الكليه. لا في علاقه عاطفيه. يعني مش عايزين نقول كلمة عاطفية، ولكن في علاقة ما بين طرفين معجبين ببعض، عرفنا الأسرة، اتكلمنا. بص لما جه الموضوع عندك قلت لي مش عايزين نقول علاقة عاطفية، أمال هي علاقة إيه؟ لا يعني خلاص في ود يعني ومحبة. يعني كانت بتوحشه وبيوحشها. علاقة مودة بين طرفين. يعني التطبيق ده عملي جدا. وطبقناها. ورحنا وقابلت أهلها وناس محترمين. النهاردة الله أكبر عندهم ولادهم أحفادي. ما شاء الله، الله أكبر. بس هو السؤال كان ممكن يوفقوا وكان ممكن لأ. اغلب اللي ما بيوافقوش ليه؟ هو مقتنع ان هو حب وهو مش حب. بص يا فندم، حياه مهما كنت ناجح في الحياه كم المشاكل اللي بتقابلنا في الحياه قد ايه؟ كتيره جدا. كتيره. في ناس ما بتتحملش الضغوط. في ناس ما بتتحملش ضغوط. في واحد انا اعرف فلان ولكن لما باجي اتعايش معاه الصوره مختلفه عن اللي كانت في ذهني. فبالتالي نسب الطلاق عندنا بنقول عاليه. ليه؟ ما دول كلهم كانوا بيحبوا بعض. صحيح. طيب.